السلام عليكم، إن شاء الله بشرح مقدمة الـ ETABS. وظيفة عنوان Introduction to ETABS. طبعا الـ ETABS أول فيديو تعلمنا كيف نعمل الـ Proc وكيف نفعله، فهاي إحنا شغلنا الـ ETABS. طبعا سيف بالنسبة لي أحسن من الـ ETABS من ناحية التعامل مع البرمجية. الـ ETABS مرات بتطفي مرات بتعلق وهكذا، بس عادي يعني انت مجبور تشتغل عليها. ممكن تستعمل نسخ ثانية من الايتابس. هسه لو فتحت الايتابس، هاي الشاشة الرئيسية له كالعادة، هي بتعمل نيو موديل يا اوبن اكسايتنج موديل. هسه احنا اكيد نعمل موديل جديد طبعا، اللي هو نفس موديل المشروع السابق، هو هذا اللي هو هذا يوتيوب. تمام، بس هسه نشتغل على كل الطوابق ونشتغل على هذا. بس اكيد مش راح نبلش هسه بالطوابق كلها، هسه راح تكون مقدمة عن الايتابس. فاول فكرة هي بتعمل نيو موديل يا اوبن اكسايتنج موديل، فنعمل نيو موديل او من فوق نفس الهاي. طبعا هون نفس الطريقة يوزد سيفت يوزر ديفولت سيتنج، يعني اذا في عندك ديفولت سيتنج بدك تستعملها مالناش داعي. وهاي طبعا شو هم سيتنج انكلود اوبشن وكذا وكذا. في فروم ا موديل فايل، يعني اذا انت عندك شغال مشروع سابق وانت عارف انهم نفس الخصائص، فبستعمل بختار شو الملف اللي بدي اياه، او بستعمل انا خيارات بدي اياها. احنا كونه موديل جديد راح نستعمل هاي هسه. طيب هاي ليش موجوده؟ او انا حكيت لكم بفيديو السيف انه هاي بتفيد بالايتابس. هسه احنا لو بدنا نصمم المبنى السكني تبعنا على الزلازل بحيث يتحمل زلازل، هسه في الزلازل في 33 كومبونيشن. تمام، فانت لما بدك تيجي تعرف 33 كومبونيشن صعب تعرفهم يدوي وراح تطول. فاحنا الهدف الاساسي من هاي الشغله ومن هاي النقطه انه نعمل تعريف للزلازل. اذا بتصمم مبنى على الزلازل فبعمل يوز سيتنج فروم موديل فايل وبريح حالي واوفر لي وقت وتعب. فاحنا خلينا نعمل هسه هاي الوحدات. اكيد مترك اس اي ستيل، مش هنصمم ستيل مش هنصمم. الكونكريت ديزاين كود 318 14. طبعا انت تصمم على 19 11، تصمم على البي اس، تصمم على الهندي، نفس فكرة السيف. اوكي تمام، فتح لك هاي الشبكة. هاي الشبكة طبعا هون الجريد، اذا بدك تعمل جريدات او اذا بدك تعمل اديت جريد داتا نفس ما تعلمنا بالسيف. اوكي احنا هذا بالعادة ما بدنا نستعمله. في هون لاحظ الفرق. هون بقول لك في عندي سيمبل ستوري داتا كوستوم ستوري داتا. هسه الفكرة هون انه انت كم عدد الطوابق اللي عندك. هسه راح تحكي لي المبنى تبعنا كان 5 طوابق، 2 تسويه و3 فوق الارض. بقول لك بس انا ما بتاخذ 5 طوابق، احنا خلينا نحط هسه مبدئيا طابق كثر الله خيرنا. بعدين في خيار بالايتابس تقدر تعمل تكرار للطوابق او اضافة طوابق. فهي number of stories. هسه typical story height bottom story height، يعني اذا انت حاط 5 طوابق مثلا، طابق الطوابق كلها مثلا ارتفاعها 3 متر، اما طابق التسويه مثلا 2.6. انت هاي وين بتروح على السكشن وبتجيب قديش ارتفاع الطوابق. احنا مبدئيا نخليها 1، خليها 3 3، واحنا اذا احتجنا نعدل بنعدل ان شاء الله. واش طبعا بنعمل بلانك فاضي، نعمل اوكي. هيك لاحظ فتح عندي ويندو 1 وويندو 2. ويندو 1 اي شيء برسمه هون بيطلع عندي بال 3D، بيطلع عندي بال 3D هيك. احنا شو بدنا نعمل؟ نمسحهم. احنا كمان ما بدناش هاي الشاشة، خليها اوف. اذا بدك 3D بتقدر تعمل 3D هون، بتكاش 3D عادي يعني، بتقدر هون تضيف ويندو يكون عندي ويندو 2 مش مهم. فاحنا خلينا دائما نشتغل على ويندو واحدة ونشيل هاي مش مهمة. عندي هاي الشاشة الرئيسية طبعا، هاي شرط الصح عشان النظر. اذا بدك تعمل هورزون اللي هي تعمل الشبكة، احنا هاي ما بدنا اياها. الايتابس برنامج عادي مثل السيف. هون اذا بدك تظهر الاشياء المعينة، الديزاين ستريب، الانترنال ريبس، المش وهكذا. نيجي للصفحة الاساسية. عندي فايل، في عندي نيو موديل، عندي اوبن اذا بتفتح مشروع قديم، كلوز اذا بدي اطفي المشروع، سيف وسيف از كل عليها. عندي امبورت وعندي اكسبورت، هذول اهم شيء بالايتابس. طبعا الامبورت امبورت ايتابس اي 2K فايل، هاي بتفيدني بشغله معينه. اذا انا مثلا عندي نسخه 2016 16.2، ولكن انا اضطريت فرمت اللابتوب ونزلت نسخه مثلا 16.1، ال 16.1 ما بتفتح اذا الملف اللي عندي 16.2. طب شو بدي اعمل؟ بقول لك انا لما اعمل بعمل اكسبورت، لا شو اللي صار، بعمل اكسبورت ل
اي 2K فايل، وبعدين ما بعمل الملف هذاك امبورت وبزبط معي. فهي انا مش مهمة، ما بدي اياها لانه تشتغل على النسخة، ضلك شغال عليها. بس هاي بتفيد في حال النسخة الواحدة، يعني نسخة 16. تمام. هسا في عندك امبورت اي دي بي فايل اللي هو ملف اي تابس عادي، ريفيت اذا بدك تجيب من الريفيت، الريفيت ال دي اكس اف دبليو اركتكتشر بلان، هاي اذا بدنا نعمل اركتكتشر بلان اللي هو اللي احنا بنستعمله زي اللي استعملناه بالسيف. هاي اذا بدي اعمل الجريدات، الفلور بلان مش مهم، مثلا الستيل ديتيلينج هذا كله ما بدناش اياه اذا بدي اجيب من الستاد برو. تمام. في عندي الاكسبورت، الاكسبورت هو الاشي المرتب عندي. اذا بدي اعمل مثلا تصدير الجداول اللي عندي انا بعد ما اعمل تعريف للقطاعات والرام والنهاية، بدي اودي الداتا تبعتي لقراءة نتائج الاعمدة مثلا على الاكسل او على الاكسس او اكس ام ال. انا اكثر اشي انا بدي اياه هون بصراحة، بدي ستوري از سيف في 12. شو هاي؟ هاي بكل بساطة انا رحت عملت مبنى 10 طوابق بتصمم من سلابات. احنا اتفقنا انه الايتابس بصمم سلاب والسيف بصمم سلاب، بس تصميم السيف احسن من تصميم الايتابس، او هو المعتمد خلص هيك احنا متعودين. فشو بنعمل؟ بنروح بنحكي ودي لي الطابق المعين، طابق معين وليكن كان 10 طوابق، ودي لي الطابق الاول اللي انا ناوي اصممه واحط عليه الاحمال كذا، وشو اللود الكيسز بدي اياها ضد لايف والكومبينيشن هذا نسمه الملف فاضي. بعمل له ايش؟ بعمل له اكسبورت، بحفظه بمكان، بعدين بنزل على السيف، اروح السيف، بعمل امبورت ايش؟ سيف اف 2 كي فايل. تمام. سيف اف 2 كي فايل، فالمكان ما جبت انت هناك الاف 2 كي فايل كان ما سيفته بتسيفه، فبفرق معك تبع الايتابس بفتح على السيف. فهذا الحكي ان شاء الله بنعمله هالسنه، ما انا يعني بس نمشي، الباقي خلص بدناش اياها. الايديت بلاش بالايديت وهكذا. هسا هاي واجهه البرنامج. هسا ولنفرض احنا خلص ما بنبلش نشتغل، دائما اول خطوه بنحكي مال ديفاين. هسا خلينا نسيف الموديل. هاي سيف موديل. ليش؟ لما يكون عندك فوق untitled يعني الملف مش مسيف، يعني اذا طفى معك الايتابس فجاه كل شغلك اختفى. عشان هيك انا بقول لك الايتابس في يعني مشكله، يعني بالعاده في مشكله. خلينا نفوت على اليوتيوب نعمل هون مجلد جديد اسمه ايتابس. طبعا تقدر تحط على هاي بس خلص هاي مش مشكله. ايتابس تيكسف يعني بتقدر تحطهم مع بعض هذي، بس انا عشان الترتيب. شو اسمي الموديل؟ سميه موديل كامل، موديل، او بديش اسميه موديل. مثلا ممنوع اسميه بالعربي، اسمي يوتيوب. انا بسمي يوتيوب انه اللي بيشتغلوا على اليوتيوب. طبعا تلاحظ شغله، الشغل انه هذا ما سميته سكند بيسمنت فيرست بيسمنت. ليش؟ يعني انا ناوي احط كل الطوابق فوق بعض. اعمل اوكي، فخلص انا سيفت الملف هذا اسمه يوتيوب. خلص هسه بدي اعمل ديفاين. بس شو اللي بفرق عندي عن الايتاب عن السيف؟ طبعا اللي بتعلم سيف تعلم ايتاب، شو تعلم ايتاب تعلم سيف، بس الايتابس اوسع بكثير. ليش؟ هذا شامل معي الاحمال الزلزاليه والويند لود وسوالف كثير كثير مهمه. اول شيء الماتيريالز بروبرتيز، طبعا كالعاده هذول عندي المواد انا بدي اعدل. مثلا موديفاي نفس السيف، موديفاي مثلا سي 30 نوعها كونكريت، في هون ازوتروفيك اورثو هاي كانت بإشارة صح بالسيف، فاحنا بنحطها مادة متجانسة. اذا انت بدك تعمل قديش الدنسيتي للهاي، احنا حكينا 25. مودولس اوف الاستاسيتي نفس الاشي 4700 ضرب جذر اف سي برايم، انا ناوي احط اف سي برايم 30 يعني بزر رش والكوفيشن داش اياها. بس اذا بدي اعمل قديش عندي قوة الخرسانة بتفوت هون. ديزاين بروبرتي داتا قديش انت بدك اياها؟ بدي اياها 30 ميجا باسكال. اوكي، هسه هذول ادفانس ماتيريال بروبرتيز، هذول دايم ديبندنت، شغلات الزلازل والفايبريشن ما لناش فيها مبدئيا. انا ما بديش اصمم لا زلازل ولا شيء بهاي الدوره، بس راح احكي عنهم. اوكي، بعدين حديد 60 هذا ايش؟ ريبار جريد 60 اف واي 420، وزنه نفس الطريقه 77 هون 200 ألف. نفس الطريقة بتعمل موديفاي، ايش بدك الحديد 420 والاكسبكتد هاي 420، الباقي ما تلعبش فيه. اوكي، بعدين هون نفس الطريقة. اوكي، بعدين بعمل لها كوبي بسميها اف واي 280، وكل شيء ثابت ما عدا هاي بسميها هاي 280.
83. اوكي، فهيك احنا عرفنا الماتيريال. سيف، رجاء سيف شغلك كل ما تشتغل اي شيء بسيط، لانه باي لحظه ممكن يطفي. انا عندي بيطفي، يمكن عندك ما يطفيش، بس انا مش فاهم الخلل اللي عندي بالتابس. هذيك المره جيت عرفت كل شيء، نسيت اعمل سيف، جيت ارسم الاعمده، طفى المشروع ورجعت عيد من اول. سكشن بروبرتي هون اللي بفرق عندي. هسه السيف بعتبر البيم اشي والكولوم اشي، الايتابس لا، الايتابس حاطهم ضمن قائمه اسمها فريم سكشن. التندون عرفنا شو التندون، اللي هي تبعت ال البوست تنشن سلاب. السلاب فالسلاب سكشن والوال سكشن. فانا فعليا تعريف السكشن عندي كلها موجوده بصفحه واحده، واللي هي فريم سكشن. بعرف بيم وسلاب، وسلاب سكشن بعرف السلاب، والوال سكشن هاي الوال سكشن. تمام، يلا نروح فريم سكشن. تعرف الفريم سكشن في عندي هون كونكريت بيم، كونكريت كولوم، ستيل. فانت بتعمل موديفاي وبتشوف قديش المقاطع عندي. انا هذول بديش اياهم. انا ايش اللي بهموني؟ بهموني اني اعمل انا اد نيو بروبرتي، بدي اعرف كونكريت، هاي كونكريت. فشو بسوي هسه؟ بسمي مثلا انا عندي هسه، احنا انا عرفت انه انا هسه اللي اشتغلته هالسيف ترجع اشتغله على تابس. هاي الفكره. انا قررت اعمل هيدن بيم، حكينا عرضه 50 وارتفاعه 20، هيك حكينا اخر شيء اللي هو ارتفاع السلابه. نوع الماتيريال هي 30. شو نعمل؟ كونكريت سكشن، كونكريت ريكتانجولر. عند الدبث الارتفاع عندي 200 والويث 500. تمام، بعمل اوكي. هيك انا عرفت هيدن بيم 50 ب 20. تمام، في شغله بدي احكيها واللي عندي البروبرتيز موديفاير، اللي هي البروبرتيز ستيفنس موديفيكيشن موديفاير. هذول بستعملهم اللي هو بتذكروا الاي كراك بالار سي، اللي هي انه انا اصمم على مومنت اوف انرشيا اقل مشان اشيك ديفليكشن اعلى، راح تحكي لي اه والله، او مشان اصمم بشكل عام على قيمه اعلى مشان السيفتي. بقول لك اه هاي هي، احنا بنعرف انه البيم هي مثلا 0.35، فباجي بقول والله المومنت اوف انرشيا البيم 0.35 والمومنت اوف انرشيا لهذا 0.35. بس بدي تنتبه لما تيجي تصمم تعمل هذا الاشي، انت زي كانك قللت المومنت اوف انرشيا عندك، زي كانك قللت المومنت اوف انرشيا عندك. تمام، يعني ها خلينا نرجعهم على الديفولت. واحد واحد بتغير عندي، بتغير عندي. فشو اللي بصير عندي؟ بقول لك هاي انا بحثت عنها بصراحه، وراح ارجع ابحث عنها للامانه، راح ارجع ابحث عنها. يعني لا تتمدوا اللي بالفيديو هذا، اذا صار اشي تعديل بالفيديوهات الجايه بتكملوا عليها، ما هي تعديلها كلها كبسه. انه في حال صار تعديل بقول لك عدلهم، في حال ما صار تعديل ضلك ماشي بالفيديوهات. التعديل اللي هو الفكره اللي انا بحثت عنها مره، اذا انت ناوي تصمم مع زلازل خلي هذول 0.35 0.35 في حال ناوي تصمم بيم. بس في حال ناوي تصمم سلاب بتحطهم ربع، في حال ناوي تصمم مول وكلهم بتحطهم 0.7. تمام، بس اللي انا بحكي لك اياه، اذا انت مش ناوي تصمم زلازل خليها وحدات زي السيف. بس ايش راح ارجع اتاكد منها هسه، عشان هسه هذا هو الايتابس ولسه مش عارف اذا هذا بيم ولا ايتابس، بيم ولا كولوم. شو كيف تعمل؟ بتروح هون الرينفورسمنت، هون انت تحكي للايتابس انه هذا هو بيم او كولوم. ايش هذا؟ هون بقول لك ديزاين تاب، هل بدك اياه بيم ولا بدك اياه كولوم، بدك اياه قصدي كولوم ولا بيم، ولا بدي اياه بيم. هاي بيم. شوف لاحظ لما كان كولوم راح اعرف لك عن الكونفيدنس بارس اللي هي الكانات، اما اذا كان بيم لا بقول لك بديش كانات، خلص الكانات خليها على جنب. فايش احنا بنصمم بيم؟ اللوكتيون بار الاف واي ال 420 وهاي لها 280. الكفر الاستنترويد المره الماضيه حكينا انه 40. اوكي، هيك انا اتعرف وكانه بيم، هيك واتعرف وكانه بيم. هسه بدي اعرف كولوم، يا بعمل اد كوبي مثلا. هسه الكولوم احنا خلص ما فيش داعي تعمل كولوم، اللي تابس بعرفه كولوم لحاله، بعدين بتعمل ايش؟ موديفاي. خلنا امسح هاي، او خلني امسح هذول اللي انا ما بدي اياهم، ما رضي امسحهم، مو لازم كان يكون عندي على الاقل كولوم واحد. لا خلص هاي اوكي. هيك انا عرفت الماتيريال، عرفت الهاي. اعمل سيف، رجع ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن، انا عرفت بيم الكولوم خلي لبعدين. تمام، هسه
ايش سلاب سكشن. سلاب سكشن نفس الطريقة، نعمل مثلا موديفاي، عندي انا مثلا فلات، احنا ذيك المرة قررنا انها 20 سنتي. طبعا انت شو بتعمل هذا الشغل كله، بتشتغله توديه على السير. هون في عندك شيل ثين، شيل ثيك، ممبرين، لايرت. شيل ثين يعني بدك تصمم سلاب، شيل ثيك اذا بدك تصمم فوتنج، ممبرين اذا بدك تصمم كانها وان واي سلاب او تو واي سلاب، واللايرت هاي صراحة ما بعرف شو هي، فانت لا خليها شيل ثين زي ما تعلمنا. الموديفايرز بنفس الطريقة، اذا انت ناوي تصمم على زلازل بتحط هاي ربع، بتحط اللي تحت ربع، بتحط اللي تحت ربع. كانوا في الشير، انا راح اتاكد من القيم كلها، انا هاي اصلا راح ارجع، راح يعني راح يكون ان شاء الله في فيديو لهم لحال. فهاي واحد، هاي واحد. اوكي السلاب، نوع في سلاب دروب ريب توفي. لاحظ انه ما في فوتنج. ايتابس 2016 ما بصمم فوتنج، بس ايتابس 2018 او 17 او 19 او شيء بصمم فوتنج. فانا ايش بدي نوعها؟ سلاب 200 ملي يعني 20 سنتي. بدي اياها دروب، تعلمنا دروب. بدي اياها ريبت او وافل، ريبت او وافل. فايش احنا سلاب سمكتها 200. اوكي